السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقالة دي بتتكلم عن أفضل 10 تولز تشتغل كمساعد شخصي ليك، يعني مش بيجاوب كل الناس، لأ هو بيجاوب كل واحد على حسب شخصه. خلاص هو بقى السكرتير بتاعك، فبيجاوبك على حسب الأسئلة اللي أنت سألتها قبل كده أو حسب المعلومات اللي هو مجمعها عندك. ودي مش حاجة صعبة، لأ ده حاجة موجودة عندنا كلنا، هنشوفها مع بعض إزاي إن إحنا كلنا نستخدمها. بنستخدمها في السمارت هوم، بنستخدمها في زيادة الإنتاجية بتاعتك، الموبايلات كلها بقى موجود فيها الحاجة ديت. يعني على سبيل المثال جوجل اسيسنت ده موجود في الحاجات المنتجات بتاعة جوجل، بحيث ان هو يتواصل معاك، ممكن حتى في الايميلات يساعدك في حاجة، ممكن جوجل اللي هو موجود في الاجهزة الذكية، سيري اللي هو موجود في الايفون تقدر ان انت تسأله وتتكلم معاه، مجرد تدوس على الزرار يبدأ ان هو يتناقش معاك. ممكن تقول له فين اقرب مطعم، فين أغرب مكتبة، طب يعني تقدر تتكلم معاه زي ما أنت عايز. في برضو بيكسبي ده تبع سامسونج، تقدر إن أنت تتواصل معاه ويبدأ إن هو يجاوبك على الأسئلة اللي أنت عايزها. في أليكسيا بتاع أمازون ده برضو جهاز صغير بتقدر إن أنت تتكلم معاه. وجميل الحاجات دي كلها، كل اللي إحنا بنتكلم فيه تقدر تربطه بشات جي بي تي، فبدل ما تفتح شات جي بي تي تقدر بالصوت تقول له قول لي مثلا اهم الدول في انتاج النفط او الذهب او كده، فيبدا ان هو يسال شات جي بي تي ويجيب لك الاجابه على طول. وتقدر تقول له مثلا طب اطفي لي كل الانوار اللي في الشقه، طب شغل حاجه معينه، يقدر ان هو يتواصل مع الاجهزه اللي عندك في البيت لو هي سمارت ويجاوبك عليها. في جيس بي اي اي ده برضو مساعد شخصي ليك، يقدر ان هو يجاوبك على الاسئله بتاعتك، ويقدر ان هو يساعدك في الاكسل شيت، يساعدك في يفحص الوثيقة دي هل هي في بلاجريزم او في اكتبسات كتيرة ولا لا وهكذا. في ليندي اي اي ده برضو تقدر ان هو يساعدك كمساعد شخصي، بحيث ان تخلي الحاجة بتاعتك اسهل، لو انت في حاجة تاخد منك وقت هو يحاول ان هو يساعدك فيها، تكتب ايميل وهكذا. لو في كونتاكت تقدر يرجعهولك، لو في ميتنج تاخد الملاحظات. في بارت اي اي ده برضو بيرسونال ديجيتال اسيستنت، على طول بيخزن الميتنج وانت مثلا بتتواصل مع حد، هو بيبدأ ان هو موجود في الخلفية ويعمل لك ملخص للكلام اللي اتقال. ليون اي اي ده اوبن سورس مفتوح المصدر، برضو بيساعدك في الحاجة اللي هتاخد منك وقت هو يقدر ان هو يوفر عليك. ممكن تقول مثلا طب احجز لي حاجة معينة وهكذا، فكرني بحاجة معينة. هاوند برضو مساعد شخصي سريع، بيقدر ان هو يساعدك وتقدر ان انت تخليه عندك على الموبايل، تقول له مثلا شغال لي حاجة معينة، موسيقى بتاع. داتا بوت انت المفروض بتجرب الادوات دي وتشوف انهي واحدة فيهم اللي كانت شغالة معاك كويس او وفرت عليك وقت.